في جائزة من واحد الدوله على خيل وجهام، وارساق وعدها على عدل وعلى تقوى ودين. عبد العزيز الحاكم العدل الإمام ابن الإمام، الصادق اللي وفقه ربي بشعب صادقين. يا رايد التوحيد مزالك على اللي على بالماهل الوفاة في شرقين وشام غرب وجنوب موحدين موحدين موحدين. عد الحدود المملكة والعدل في الدار استدام، صرنا خوان اعوان للدولة كما الحصن الحصين. لما الشتاء بعزم واصرار وتكاتف واحترام، حرب رموز الجهل واهل الشرك أخو فهد وأبو محمد خادم البيت الحرم على الجارة فزعة المبهودلة. أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحن نتواجد وإياكم اليوم في خيمة الملاك لنرى وإياكم دخول فئة المجاهيم الخمسين وكذلك الأصايل المهجنات والمحليات، ابقوا معنا. مزاين البربرق برقه وهلل وبليان الدار البوش من صحة المحاد ربي، والشكر لله تعالى ثم لنا ديلبه وبوفه القالبه رقمي وبه مكتبي. قلب العطايا الكريم اللي غلاها دبل، وهايب التسبي قلوب النشامى سبي، وهايب التسبي قلوب النشامى سبي. أعزائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين معكم. معنا أحد المشاركين في الأصايل 25 معالي الوزير علي بن سالم الكعبي، صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالنور والسرور، يا مرحبا وسهلا. حدثنا عن مشاركتك اليوم. حقيقة نحن اليوم مشاركين في الـ 25 الأصايل، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للحلال ولجميع المشاركين إن شاء الله، واللجنة أيضا في تقديرها وتحكيمها بإذن الله. كيف ترى تنظيم مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لنسخته الرابعة؟ حقيقة يعني دائما الكبار ما ينظمون إلا شيء كبير حقيقة، والمهرجان من ناحية الترتيب، من ناحية توزيع العزب، من ناحية إدخال الحلال، من ناحية كل الأمور مرتبة، ولكل بوابة تجد ناس متعاونين مع أصحاب الحلال يقدمون الحلال، تجد أريحية في كل حاجة الحمد لله. وحتى توزيع دخول الحلال إلى أي وي، يعني بدل ما تكون هناك ضجة وزحمة، لا هناك تنظيم حقيقة ونشكرهم عليه. هل لك مشاركة سابقة غير المشاركة هذه؟ نعم طبعا، نحن الأصايل هاي عزبة الغوالي، عزبتنا لها مشاركات كبيرة في الإمارات. من 10 سنوات نشارك في سويحان وفي الضفرة اللي هو المهرجان الرئيسي في الضفرة، ومشاركات أيضا مختلفة في عدة أماكن، لكن الرئيسي هو المهرجان الضفرة وأيضا السويحان. لنا اسم ولنا مشاركة كبيرة في هالمجالات، ولكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية بين الأشقاء هني مشاركتنا لطول عمرك العام كانت أول مشاركة، لأن حقيقة كنا نتمنى أن يفتحون مجال للأصايل ويزاهم الله خير يفتحون مجال العام، شاركنا فيه أول مرة وهذه ثاني مرة نشارك إن شاء الله، ونتمنى التوفيق بإذن الله للجميع. شاكرين ومقدر لك، الله يحييك. أشكرك، الله يطول عمرك ويوفقك إن شاء الله. الحمد لله الليلة الخفية تعلى ربنا بنورة تستنير الغدر اللي جعل حكامي
أعزائي المشاهدين، ما زلنا متواصلين معكم. معنا أحد المشاركين في الأصايل 25 عبد الهادي بن ناصر بن مخيت المري. صباحك الله بالخير بناصر. مرحبا يا صباح النور. حدثنا عن مشاركتك اليوم. والله مشاركتنا اليوم في فية الأصايل المهجنات والمحليات، حنا مشاركين في 25 المهجنات. جل وش رأيك في التنظيم المهرجان في جائزة الملك عبد العزيز للنسخة الرابعة؟ والله يا أخي التنظيم رائع، والاستقبال رائع، والخدمة رائعة، ولا باقي إلا توفيق الله سبحانه عز وجل. بالنسبة للأصايل، العلامات الجمال اللي في الأصايل أكثر المشاهدين يجهلها وإننا نجهلها. والله يا أخي فية الجمال في الأصايل كانها المجاهيم والوضح، لكن لها ناس يعرفونها وقانينها ويعرفون أشكالها، لكن ما أدري إيش أحدثك من جانب يعني. علامات الجمال اللي هناك. والله علامات الجمال لها خصوصيات يعرفونها لجان، يعني شكل الناقة، عرضها وطولها وإذلالتها يعني فيها مزايا، يعني ما أقدر أشرحها لك يعني إلا أشرحها لك على الطبيعة عند الذلول. هي تختلف عن المجهم وعن الواضحة وعن الشعراء. أكيد تختلف، أكيد تختلف. المجهم يحبون الناقة اللي عظمها جليل وخفها كبير ووجهها رأسها كبير، والذلول يحبون الذلول شكلها شكل ركض، شكلها شكل ركض وجمالها جمال الركض. هل لك مشاركة سابقة غير ذا المشاركة السنة ذي؟ شاركت العام الماضي في فية المهجنات وجينا المركز الثاني، وشاركنا في سباقات الهجن وسبقنا من فضل الله. ما شاركت في الظفرة ولا شاركت في؟ لا، بالمزاير ما شاركنا في الظفرة، لكن في الخليج شاركنا في الهجن، سباقات الهجن في الطائف وفي مهرجان الملك عبد العزيز، وحققنا أرقام طيبة، سبق وأرقام طيبة وبيع وأرقام طيبة. لك مشاركة في المهرجان السنة هذه غير مشاركتك اليوم؟ إن شاء الله عندنا مشاركة في السباق، سباق الهجن. مشاركتنا اليوم في المهجنات الأصايل، ومشاركة الأسبوع الجاي إن شاء الله في سباقات الهجن. الله يوفقك وبارك التوفيق لنا وصلنا. وياك الله يوفقك. مشكورين قناة الساعة على ما قدمتوه من العلوم الطيبة والاستقبال وخفة الدم وتغطية الموروث الشعبي. الله يطول عمرك. شاكرين ومقدرين لك. الجبال اللي عربها جبال، كل ما زادت الأحمال تشتالها. شعب السعودية من جبالها العزومات.
صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور السرور. سالم بن مبارك الوهيبي وكيل الشيخ خليفة بن سيف بن محمد الانهيات، مشاركين في فئة العمانيات. حدثنا عن مشاركتك اليوم. والله اليوم طول عمرك مستعدين وان شاء الله باذن الله ان مشاركين بقوة. كيف ترى التنظيم في مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لهذه السنة؟ والله عالي ولي عليه، حن الزمان الماضي شاركنا والزمان هذا شاركنا، فرق وايد وتسهيل الامور اكثر عن الزمان الماضي، ولا هي بغريبة على آل سعود الله يطول عمارهم ويمل حالكم وحالهم إن شاء الله بإذن الله. شيء غريب رهيب، شيء ما تتوقعه، تسهيل بيبان، تسهيل طول عمر، أي شيء على ما يرى. يعني في فرق من السنة الماضية إلى السنة هذه؟ نعم نعم، في فرق وايد، فرق شاسع بين السنة الماضية والسنة الأولى. فرق طول عمرك، تسهيل البيبان إلى دخلت، تخليص الأوراق، حلالك ما يبطي يدخل بأي طريقة، بكل طريقة. لكم مشاركة سابقة؟ نعم، ينا الزمان الماضي وحققنا المركز الثاني في فئة 25. كلمتك الأخيرة على عبر قناة الساح. أقول الله يطول عماركم وبيض الله وجوهكم على التغطية وبيض الله وجوهكم ولا قصرتوا، والله يعطيكم العافية ولا هي بغريب عليكم الطيب. شاكرين مقدرين وفالكم الناموس. فالنا فالك الوفق الطيب ويعطيك العافية. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم لختام هذا التقرير في خيمة ملاك الإبل لدخول فئة المجاهيم 50 وكذلك الأصائل المحليات والمهجنات. وصلنا لنهاية هذا التقرير، تقبل تحياتي، في أمان الله.